نبدأ في فصل المواسعات الكهربائية. عندنا السؤال، السؤال الأول، والسؤال بيحكي في عندنا مواسع كهربائي ذروحين متوازيين، مواسعته 3.10 قوة سالب 11 فاراد، وصل طرفاه مع مصدر فرق جهد 20 فولت، المسافة بين لوحي 17.7 قوة سالب 3 متر، والوسط الفاصل بين لوحي هو الهواء. مطلوب الأول، كم الشحنة الكهربائية على كل من لوحي؟ بقدر أستخدم قانون المواسعة تساوي الشحنة على الجهد، لأن السؤال مزودني بقيمة المواسعة والجهد. فالشحنة تساوي 3.10 قوة سالب 11 بمواسعته في الجهد الكهربائي 20، وتساوي 60 في 10 قوة سالب 11 كرب. في فرع با، كم مساحة أحد لوحي؟ ممكن نلجأ لقانون المواسعة تساوي إبسلون ألف على فا، قانون عوامل مواسعة الألواح المتوازية. قيمة المواسعة الكهربائية 3.10 قوة سالب 11، عندنا الإبسلون ثابت 8.85 في 10 قوة سالب 12، لأنه قال لي هو هواء. ألف هي مساحة الألواح، وفا المسافة عطانية 17.7 في 10 قوة سالب 3. هاي هي يا جماعة، بالاختصار 8.85 مع 17.7 بطلع فيها 2. 2 لما أضربها هون بالتالي بتصير 6 في 10 قوة سالب 11 تساوي سالب 3 لفوق سالب 9 ألف على 10 قوة سالب 9 على 10 قوة سالب 9، وهيك نطلع ألف تساوي 6 في 10 قوة سالب 2 متر تربيع. في الفرع جيم، طالب مني أحسب الشغل اللي لازم يشحن المواسع. هلأ الشغل المبذول في شحنه يساوي طاقة الوضع المختزنة داخل هذا المواسع. ممكن استخدام أي من هذه القوانين، نص شحن الجهد مثلا تساوي نص في الشحن الكهربائي، مطلعين احنا 60 في 10 قوة سالب 11 وجهده 20، هي 10 ب 1، فالجواب 600 في 10 قوة سالب 11 جول. نشوف السؤال الثاني اللي هو سؤال 2، مواسع ذو لوحين متوازيين موصول مع مصدر فرق جهد كهربائي مقداره 12 فولت، معطينا علاقة بين الجهد الكهربائي وبين الشحن الكهربائي لهذا المواسع. المطلوب الأول احسب مواسعته. طبعا ممكن نحسب مواسعته باستخدام ميل المنحنى في فرع ألف. فالميل يساوي التغير في محور الصادات على التغير في محور السينات. على الصادات عندي جهد، فالتغير في الجهد على التغير في الشحنة، ويساوي نأخذ قيم زي 4.0 مثلا للجهد الكهربائي بالفولت، على الشحنة 2.0 بس مضروبة في 10 قوة سالب 6، لأن السؤال حكى لك أنه هي بالمايكرو تقاس. 4 هي 2 في 10 قوة موجب 6، بس إحنا بنعرف أن المواسعة هي تساوي الشحنة على الجهد، فهي مقلوب الميل، فهي تساوي نص في 10 قوة سالب 6 فاراد. في فرع باء، إذا أصبحت المسافة بين صفيحتيه نصف ما كانت عليه، يعني أصبحت المسافة نصف، فماذا يحدث لكل من شحنه وجهده ومواسعته ومجاله وطاقة مختزنة في داخله؟ أول شيء، إذا قللنا المسافة بين لوحيه إلى النصف، معناته حسب قانون المواسعة تساوي إبسلون ألف على فا، تقليل المسافة إلى النصف يؤدي إلى زيادة المواسعة إلى الضعف. هل هذا المواسع موصول مع مصدر فرق الجهد الكهربائي ومشحون كليا؟ يعني ما حكى لي السؤال إنه شحنة ثم فصل، تمام؟ يعني بمعنى آخر في نص السؤال عندنا بس مواسع مشحون أو مربوط مع مصدر فرق الجهد. فلهيك إذا استخدمنا قانون المواسعة تساوي شحنة على جهد، وقلنا إنه الجهد الكهربائي ثابت، فالعلاقة بين المواسعة والشحنة طردية، فكون مواسعته زادت للضعف إذا تزداد شحنته إلى الضعف. إلى مطلوبنا بالسؤال إن نطلع غير شحنة وجهده ومواسعته، نطلع مجال والطاقة المختزنة فيه. هلأ المجال بتبع للشحنة، فكون الشحنة زادت إلى الضعف إذا بقدر أقول لك إنه المجال الكهربائي كمان يزداد للضعف. عشان نحدد شو بيصير للطاقة، بنأخذ أحد القوانين للطاقة زي جيم تربيع في سين. ليه؟ لأنه الجهد الكهربائي ثابت، النص رقم ثابت، دير بالك النص من القانون. حكى السؤال إنه مواسعته زادت للضعف، إذا بقول له أصبحت طاقته 2 طا، إذا 2 طا 2 شين 2 ميم و2 سين، والجهد ثابت في هذا المواسع. الآن في فرع جيم في السؤال، ما الكمية في زيادة تمثلها المساحة تحت المنحنى؟ هذا الكلام من نص الكتاب. المساحة تحت المنحنى يا جماعة هي تمثل الطاقة المختزنة في المواسع. إذا الطاقة المختزنة في المواسع، وإذا بدك الشغل المبذول في شحن هذا المواسع، هي نفس الطاقة المختزنة فيه. إذا تغير الوسط العازل بين صفيحتيه، فماذا يحدث لشحنته وجهده ومواسعته والطاقة المختزنة فيه؟ هلا مجرد ما تغير الإبسلون، فإبسلون لأي وسط هي أكبر من إبسلون نوت اللي هي إبسلون الهواء أو الفراغ، وحسب قانون المواسعة تساوي إبسلون ألف على فا، فبمجرد تغيير الوسط نقدر نحكي إنه المواسعة تبعته تزداد اللي هي السعة أو المواسعة الكهربائية. لا، المواسعة تساوي الشحنة على الجهد، ويا جماعة بأكد عليه كونه متصل مع مصدر فرق الجهد الكهربائي، إذا الجهد الكهربائي تبعه ثابت، فما يحدث للمواسعة يحدث للشحنة. يعني بقدر أقول لك هون إنه الشحنة تبعته سوف تزداد.
لا طالب مني شو بيصير للمجال. شوف هلا انا قلت لك قبل شوي انه في حال السؤال غير المسافه فيعني ذلك انه المجال يتبع الشحنه، في حال تغيير ابسلون او الف المجال يتبع الجهد، فكونه الجهد اتفقنا انه ثابت بقدر اقول لك انه المجال تبعه يكون قيمته ثابته. هلا الطاقه المختزنه في الطاقه تساوي نص شحنه في جهد، واحنا متفقين انه الجهد الكهربائي ثابت، قلنا انه الشحنه قاعده بتزداد اذا بقدر اقول له الطاقه تزداد، هيك بنكون حددنا ما حدث لهذا المواساة. نكمل في السؤال اللي بعده. في عنا توصيل مجموعة من المواسعات، طالب لنا انه نحدد نوع التوصيل ونجد المواسعة المكافية لها اللي هو في السؤال الثالث. فسؤال ثلاث فرع ألف، في عنا يا جماعة مصدر فرق جهد هي في منتصف الدار إذا شايفينه. عنا مواسعين هون توصيلهم توازي، فبقدر أحكي أن مواسعتهم مكافية 18 زائد 18 وتساوي 36 مايكرو فراد، لأنه توصيلهم توازي. هلا بقدر أحكي أنه 36 مع 18 توصيلهم توالي لأنهم على نفس السلك، تمام؟ فبقدر أحكي 1 على 36 زائد 1 على 18 توالي، هاي توحيد مقامات بصير 3 عندي على 36. هلا بدي أضرب بالمقلوب تبعها، يعني بدي أقلب قيمتها، فعشان هيك بتطلع المواسعة الكهربائية تساوي 12. هذا للسلك اللي على اليسار. هلا السلك اللي على اليمين عندي مواسعتين اللي هي 1 على 6 زائد 1 على 12، هاي في 2 في 2 عندي جواب 3 على 12 مقلوبها 12 على 3 يعني 4. وعندي مواسعة بالسلك الأصلي كانت موجودة محصولة مع البطارية قيمتها 6. هلا ال 6 وال 12 اللي على الطرف اليسار بالإضافة للأربعة اللي على الطرف اليمين توصيلهم توازي، ف 12 زائد 6 زائد 4 وتساوي هي عندي 18 22 مايكرو فارد. في فرع باء، هذا الفرع موجود في الدوسيه وحليناه مع بعض، بس بدي اذكرك سريع كيف حلينا هذا السؤال. هدول المواسعين اول شيء توصيلهم توازي، فبدي احكي 2 زائد 2 تساوي 4 مايكرو فاراد، صفى عندي على اليسار فقط مواسع واحد. هذول الثلاث مواسعات توصيلهم توازي، فبدي احكي 2 زائد 2 زائد 2 تساوي 6 مايكرو فاراد، صفى عندي مواسع واحد، هذا قيمته 4 وهذا 6. توصيلهم توالي 1 على 6 زائد 1 على 4، بدي اضرب ب 2 ب 2، بدي اضرب 3 في 3، فبصير 5 على 12 مقلوبها 12 على 5 مايكرو فرد. بالنسبة للسؤال اللي بعده اللي هو السؤال الرابع، في عنا دارة كهربائية تحتوي على مواسعة كهربائية. إذا عش إذا واضح السؤال هيك؟ تمام واضح. موصول مع بعض مع فولت ميتر، قراءة الفولت ميتر ها طبعا تساوي 2 فولت، فجد شحنة كل مواسعين سين 1 وسين 4. هلا بدي اياك تلاحظ شغلة وتتذكر شغلة، المواسع دائما موصول على السلك الرئيسي اللي هو سين 4 يحمل الشحنة الكلية. نتفق عليه قبل ما ابدا، فيحمل الشحنه الكليه في الدار، يعني مجرد ما احسب شحنه سين 4 انا حسبت الشحنه الكليه. لا، بدي شحنه المواسعين سين 1 شايفينه، وبدي شحنه المواسع سين 4 هذا المواسع. خلينا نشوف شو معنى بالسؤال المعطيات، شوفوا ركزوا معي. السؤال عم بيحكي لنا، يعني انا بدي احل هون بس انت بتمنى انك انت تشوف السؤال عندك. لا، السؤال عم بيحكي انه عند في عندنا مواسع كهربائيه قيمتها 6، هذا ارسمك رسمه سريعه، هاي مواسع 2 قيمتها 6، هاي عندي مواسع هون سين 1 قيمتها 3، عندي هون مواسع تحت قيمتها 4 مربوط مع جهاز فولت ميتر، عندي هون مواسع كهربائيه سين 4 تساوي 12 مايكرو فاراد، وهذا طبعا الفولت ميتر هذا قراءته تساوي 2 فولت. عشان اوجد احد الخصائص زي ما هو طالب مني اللي هو الشحنه، خليني افكر شوي بقيمه قراءه الفولت ميتر. الفولت ميتر هذا بقيس فرق الجهد بين النقطتين اللي انا محددهم هون عندك على الرسم، اللي هو بقيس فرق الجهد لهذا المواسع، تمام؟ وهيك انا بقدر اطلع المقدار الشحنه تبعته، فالشحنه تساوي مواسعه ضرب جهد، انا بحكي عن مواسعه رقم 3. مواسعته 4 في 10 قوه سالب 6 مضروب في جهد 2، فالجواب 8 في 10 قوه سالب 6 كولوم، ممتاز، خليها شوي. هلا كمان هو بقيس الجهد الكهربائي للمواسعين هذول مع بعض، فمواسعتهم مكافئه اللي هي 1 على 6 زائد 1 على 3 مكافئتهم تساوي 2. هاي الاثنين مايكرو فاراد جهدها 2، فبنقدر نطلع شحنتها، فانا هيك بدي اوجد شحنه الاثنين والواحد مع بعض كمكافئه. تساوي مواسعتهم 2 في 10 قوه سالب 6 وجهدهم يساوي 2، فالجواب 4 في 10 قوه سالب 6 كولوم. ممتاز. هلا الشحنه في السلك الفوق صارت معي والسلك التحت معي، اذا بجمع الشحنتين مع طبعا دقيقه هو طالبني شحنه الاول، فهي شحنه 2 1 هي نفس شحنه الاول لانه توصيلهم توالي. اذا طلع شحنه 4 بدي الشحنه الكليه في الدار، فما علي الا غير ان اجمع الشحنتين مع بعض، فبقول لك الشحنه الكليه هي شحنه الاربعه واللي بتساوي 8 و4 12 في 10 قوه سالب 6 كولوم. نشوف شو مطلوب مني فرع باء. في فرع باء عم بطلب منك تحسب فرق الجهد الكلي للدارة، ممتاز. بدي الجهد الكلي في هاي الدارة، انا مطلع الشحنة الكهربائية الكلية، ومن السهل جدا اني احسب المواسعة الكلية. واذا بدك كمان المواسعة هاي سين 4 صار معك شحنة الها وصار معك مواسعة، بنقدر نطلع جهدها. شوف
جهدها يساوي شحنة ع ساعة. شحنتها 12 في 10 قوة سالب 6 وموسعتها 12 في 10 قوة سالب 6 جهدها يساوي 1 فولت. يعني الجزء هاب من الدارة جهده 1 فولت وجزء هاب من الدارة جهده من السؤال 2 فولت، فبهيك بطلع الجهد الكلي يساوي 3 فولت اللي هو مجموع. في فرع جي طاقة الوضع المختزنة في المواسع سين 3، ممتاز. هلا المواسع سين 3 اللي هو هذا المواسع، وأنا معي كل معلوماته، فبقدر أقول إنه الطاقة تساوي نص شحنته في جهده ويساوي نص في، هلا الشحنة تبعته اللي هو شحنة المواسع رقم 3 حسبناها هون 8 في 10 قوة سالب 6، وعندي الجهد الكهربائي له 2 2 بسطوا مقام، فالجواب 8 في 10 قوة سالب 6 جو. نروح للسؤال بعده. في السؤال بعده هي السؤال أرجوكم يا سليم. في السؤال هذا في عنا مواسع أولى قيمتها 24، عنا مواسع تانية 9، مواسع ثالث 18، ومواسع مجهول لو سين 4. بدي الشحنة الكلية في هذه المجموعة علما أن جهد ألف باء يساوي 4 فولت. طبعا جهد ألف باء يا جماعة هي من ألف إلى باء، يعني نحكي عن جهد الكلي في السؤال. طيب أنت هيك زودي بالجهد الكهربائي الكلي في الدارة وبدك أحسب لك مقدار الشحنة الكهربائية. أنا هسا في سؤال 5، يلا قيمة المواسع هون عندي 24. أنا سؤال معطيني معلومة إنه جهد ألف باء كله يساوي 4 فولت، وبالاعتماد على البيانات المثبتة على الشكل فجد. طبعا في معلومة في نهاية السؤال بدك تنتبه لها، علما بأن شحنة المواسع الأول تساوي 32. هلا المواسع الأول هلا حكيت لك على السلك الرئيسي، إذا شحنته هي نفس الشحنة الكلية، فاستنتاج في فرع ألف الشحنة الكلية هي تساوي شحنة المواسع الأول وتساوي 32 في 10 قوة سالب 6 كولوم. في فرع باء جد مقدار المواسع المجهولة. طيب بكل بساطة هلا أنا عندي مواسع لازم أوجد قيمتها. هاي المواسع ممكن أن يكون وجد مواسع كلية بعدين نوصل منها للمواسع المجهولة. كيف؟ مو قانون المواسع الكلية تساوي شحنة كلية على جهد كلي، وقيمة الشحنة الكلية اتفقنا 32 في 10 قوة سالب 6، والجهد الكلي اللي هو جهد ألف باء اللي هو 4 فولت، فيساوي بقى عنده هون 16 عن 8 في 10 قوة سالب 6 فاراد. هاي عبارة عن السعة الكلية. لا، السعة الكلية تعبر عن جميع المواسعات في الشكل. طيب خلينا نشتغل بمواسعات. عندي 9 مع 18 دول توصيلهم توالي، يعني 1 على 9 زائد 1 على 18 ب 2 ب 2 عندي 3 على 18، يعني معناته 6 مايكرو فاراد. يا جماعة شوفوا رسمي كيف صارت. هاي الستة موصولة مع مواسع مجهول سين، موصولة مع مواسع هون قيمته 24. كمل معي يلا. هسا شوف الخطوة اللي بعديها، المفروض تحل الستة مع السين على التوازي. أنا بدي أحل عادي دارة كهربائية. على التوازي خلينا نسميها سين فتحة لأنه في عندي مواسع مجهول بقدرش أوجدها، موصولة على التوالي مع مواسع مقدارها 24. إذا 24 يا جماعة موصولة مع سين على التوالي، ومكافئتهم كم لازم تكون تساوي؟ هيها الثمانية. إذا بدي أحكي 1 على 24 زائد 1 على سين فتحة لازم تساوي 1 على 8. إذا 1 على 8 ناقص 1 على 24 تساوي 1 على سين فتحة. هلا بدي أوحد مقامات، هي هون بدي أضربها هاي ب 3 وهي بدي أضربها ب 3، فبدي تصير عندي 3 على 24 ناقص 1 على 24 تساوي 1 على سين فتحة. 3 ناقص 1 2 على 24 تساوي 1 على سين فتحة، معناته يا جماعة سين فتحة تساوي 12 مايكرو فرد. سين فتحة تعبر عن المواسعين هدول على التوالي، على التوازي عفوا، فيعني تعبر عن 6 زائد سين المجهولة تساوي 12، وهيك بقدر استنتج انه سين تساوي 12 مايكرو فرد. في السؤال اللي بعده عندنا مجموعة من المواسعات موصولة في الدار على التوالي، اذا بتفتح السؤال بتشوفه. السؤال طلبني في فرع ألف اطلع قيمة المواسع المكافئة لهذه المواسعات. طبعا كونه كلها توالي فسين كلية أو واحد على سين كلية تساوي واحد على، طبعا بدي أحكي بس ملاحظة، لما يكون عندي مجموعة من المواسعات متماثلة فممكن أستخدم قانون مواسع الكلية تساوي مواسع أحدهم على نون عددهم لأنه كلهم متساويين، فمواسع أحدهم اللي هي 6 في 10 قوة سالب 6 وعددهم 3 فالجواب 2 في 10 قوة سالب 6 فراد. في لعبة كم الطاقة الكهربائية المختزنة في المواسع سين واحد؟ طيب تمام، في معلومة بالسؤال إنه شحنة المواسع الأول معك، فأنا إذا بحسب الطاقة ممكن أستخدم قانون نص شين تربيع على سين، يعني أنا معي شحنته ومعي مواسعته. نص مربع الشحنة الكهربائية الحاملة اللي هي طبعا 12 في 10 قوة سالب 6، بدي أربعها، هي 12 في 10 قوة سالب 6 مضروبة في 12 في 10 قوة سالب 6 على مواسعته 6 في 10 قوة سالب 6، بدي أختصر هاي فيها ب 2 وهي فيها ب 1 2 بسطوا مقام، فالجواب يساوي 12 في 10 قوة سالب 6 جول، لأنه هاي راحت مع هاي. في فرع جيم كم الطاقة المخزنة في المواسع سين 3؟ طب ما هو هلا خطة الحل الطاقة تبعت المواسع سين 3 راح تكون تساوي تماما الطاقة تبعت المواسع سين 1. هلا السبب بكل بساطة انه كلاهما له نفس الشحنة لأنهم على التوالي، ومعطيني بنص السؤال لهما نفس سين السعة الكهربائية.
مجموعة من أسئلة ضع دائرة الماسعة الكهربائية مواسعين كهربائيين متساويين في المساحة والمادة العازلة بين لوحيهما الهواء مستندم أو مستعين بالبيانات المثبتة على الشكل. إذا كان المجال الماسع الأول تساوي هاي الماسعة الأول يا جماعة مجاله ميم، فكم مجال الماسع؟ اسمعني شوي. هلأ كونوا توصيلهم توالي فهي خطة جديدة إنه تنتبه إنه في حالة يا جماعة التوالي بتكون الشحنة ثابتة، يعني كأنه شحنة ثم فصل، فالكلمتين هدول تدل على ثبوت مقدار الشحنة الكهربائية. هلأ التغير في السؤال في المسافة، فعشان هيك أنا قلت لك قبل شوي المجال يتبع الشحنة، كون الشحنة ثابتة إذن لازم يكون قيمة المجال الكهربائي ثابت، فعشان هيك نستنتج مع بعض إنه إذا كانت الأولى المجال تبعها ميم فالثاني رح يكون مجالها نفس مقدار المجال ميم حتى لو تغيرت المسافة بين لوحين. لا، في السؤال بعده اللي هو السؤال الثاني عم بحكي انه ماسع موصول مع مصدر فرق جهد تغير الوسط العازل، حكيت لك قبل شوي مجرد بيعمل تغيير في الوسط العازل بعرف شو صار، المهم انه اكبر من ابسلون للهواء اكيد لانه ابسلون الهواء او ابسلون النوت اقل سمحية كهربائية. اختر البديل الصحيح، طبعا عم بسأل عن الماسع وعن المجال وقلت لك كيف تحل هاي اسئله الدائره. خلينا نشتغل اول شيء بالماسع. الماسعة تساوي ابسلون الف على فا، العلاقه بين الماسع وبين ابسلون طرديه، اذا مباشره الماسعة تزداد. إذا أنا خياراتي تزداد السعة تزداد السعة تزداد السعة، خياراتي بين ألف وجيم وباء، بهمل طبعا دال لأنه لا تثبت السعة. أنا قلت لك عند تغيير إبسلون يا جماعة لأنه بسأل عن المجال بصير الآن المجال يتبع قيمة الجهد الكهربائي، ما يحدث للجهد يحدث للمجال. لا، مواسع موصول مع مصدر فرق جهد تغير الوسط، هو لساته موصول مع مصدر فرق الجهد معناته الجهد تبعه ثابت، وإذا كان الجهد تبعه ثابت في المجال الكهربائي يكون ثابت، فالجواب الصحيح تزداد سعته والمجال أو يثبت مجاله اللي هو الخيار جيم. طيب عفوا الفرع ألف كان خيار جوابه ألف فرع سؤال أول. سؤال الثالث، أحد التالية وحدات قياس تستخدم لقياس السمحية الكهربائية. هلأ هو معطيني فراد، فراد لكل متر، بدي بس أذكرك فيها سريع. الآن المواسع يا جماعة تساوي إبسلون ألف على فا، إذا كتبت القانون بدلالة إبسلون فإبسلون تساوي سين في فا على ألف. مواسعة تقاس بالفراد، المسافة تقاس بالمتر، وألف بالمتر تربيع، ساعتها بروح متر مع التربيع، إذا وحدة قياس فراد لكل متر اللي هو الخيار جيم. في أربعة، إن المواسعة أو المواسعات التي تحمل أكبر قدرة من الشحنة في الدارة مجاورة، علما بأن جميع هذه المواسعات متماثلة، نوزع حسب الشحنة. في البداية الآن أول توزيع للمواسعات الكهربائية، طلع رسمتي أول توزيع مواسعين على الطرفين، طبعا المواسعات متماثلة فالشحنة هون في المواسعة والشحنة هون بتكون متساوية تماما. نيجي الآن على الخط البعدي، صار عندي هون مواسعين وعندي هون مواسع. لا، كونهم متماثلات هذا مواسعته سي. هلا هدول على التوالي مواسعتهم متساوية، فمواسعة أحدهم على عددهم بتطلع مواسعتهم نص سين، أنا بحكي عن مكافئتهم. هلا في توصيل التوازي المواسعة تساوي الشحنة على الجهد، يكون الجهد الكهربائي ماله يا جماعة ثابت، فالعلاقة بين المواسعة والشحنة علاقة طردية، فالمواسعة الأكبر تأخذ شحنة أكبر، فسوف يمر بهذا السلك مقدار أكبر من شيء. طبعا رقمه في الرسمة اللي هو المواسع سين 3، فالجواب الصحيح للمواسعات الكهربائية اللي هو المواسع سين 3 هو اللي بأخذ أكبر مقدار من الشحنة. طبعا حسب الرسم سين 3، سين 3 احنا بنختار هاي طبعا بإهمال سين 5، يعني هذا خطأ أثناء يعني انسى سين 5 شيلها، هو الجواب صحيح سين 3. لا، مواسع متصل على التوازي في دارة كهربائية تغيرت مساحة صفيحتين، فإن الكمية الفيزيائية تبقى ثابتة في فرع 5. متصل على التوازي معناته الجهد الكهربائي يا جماعة ثابت، هاي أول شيء. في دارة كهربائية تغيرت المساحة ألف تغيرت، في تغير ألف المجال بالحق الجهد، فعندي مجال وجهد عندي ثوابت، فهو بحكي عن مجاله عن طاقته مواسعته وشحنته، فالجواب الصحيح هو د مجاله، لو جاب بصير الجهد بصير السؤال غلط لأنه مجاله جهد ثوابت. أحد التالت لا تعتبر من خصائص المواسع الأسطواني، حجمه صغير لا صحيحة، مساحة الألواح عنده كبيرة لا صحيحة، مسافة صغيرة ومساحة الألواح صغيرة لا اللي هو الخيار د، مساحة ألواحه كبيرة للحصول على مواسعة أكبر. في فرع 7، أحد التالي لا تعتبر من التطبيقات العملية على المواسعة، جهاز الإنعاش القلبي قلت لكم موجود بأسئلة الوحدة، نظام تبريد السيارة طبعا لا هو الخطأ، فأحد التالي ليست من تطبيقات هو جواب با، لوحة مفاتيح حاسوب موجودة ضمن تمارين الكتاب، والمصباح الممض موجود ضمن درس في الكتاب. في فصل التيار والدارات الكهربائية، مقاومتان كهربائيتان مساحة مقطع العرض الأول تساوي نص مساحة مقطع عرض الثاني، يعني ألف واحد تساوي نص ألف اثنين، هاي أول نسبة تانية في السؤال، وطول الأولى ثلاث أضعاف طول الثانية، طول الأولى يساوي ثلاثة لام الثانية. إذا وصلت المقاومتين مع نفس مصدر فرق الجهد فكان التيار المار بالأولى ضعف التيار المار في الثانية، يعني التيار المار رقم واحد يساوي اثنين تيار اثنين.
احسب النسبة بين مقاومة الأولى إلى الثانية، طالب النسبة بين هدول المقاومتين. شوفوا هلا في قانون مقاومة تساوي رو في لام على ألف، تمام؟ هلا في الفكرة هون المقاومتين موصولتين مع نفس الفرق، مصدر فرق الجهد الكهربائي جاب سيرته، مقاومة تساوي جيم على تا. هلا الجهود الكهربائية لهم متساوية لكلاهما. هلا بس اسمعني شوي عشان بس أورجيك فكرة سريعة تقدر من خلالها تعرف الجواب. إذا قسمت قيمة المقاومتين على بعض، يعني مقاومة الأول على مقاومة الثاني تساوي رو لام واحد ألف واحد على رو لام اثنين ألف اثنين. مقاومتين كهربائيتين مساحة مقطع عرض كل منهما تساوي وطول الأولى ثلاثة أضعاف الثانية. إذا وصلت مقاومتين مع نفس مصدر فرق الجهد فكان تيار المار بالأولى ضعف التيار المار في الثانية. احسب النسبة بين مقاومة الأولى إلى مقاومة الثانية. أقول لك وين مشكلتك يا جماعة برو، أنا ما بقدر حتى أقدر أطلع نسبة مقاومتين لازم أعرف نسبة رو، فأنا مش قاعد بتفيدني نسب ألف ولام عشان أطلع نسبة المقاومتين. بدي أحط مقاومة الأول على مقاومة الثاني تساوي جهد الأول على تيار الأول على جهد الثاني على تيار الثاني. جهد مع جهد بروحوا مع بعض لأنه قال لي في السؤال موصولين مع نفس مصدر فرق الجهد. فبصير الفكرة في السؤال إنه مقاومة الأول على مقاومة الثاني تساوي تيار الثاني على تيار الأول، وإحنا هون حكينا إنه تيار الأول يساوي اثنين تيار الثاني، فمكان تيار الأول بحط اثنين تيار الثاني، فعشان هيك هي كنسبة نص. في السؤال الثاني في عنا رسمة بيانية للعلاقة بين المقاومة الكهربائية ولا طول الموصل. في هاي الرسمة طالب مني السؤال إني أطلع مقاومية هذا الموصل. أول شيء أستاذ أول ما تبدأ في عنا علاقة جد ميلها في فرق ألف. طبعا الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات ويساوي تغير في المقاومة الكهربائية على التغير في الطول. المقاومة الكهربائية 2 بالعشرة ناقص 0 على 10 ناقص 0، ما في تحويل عندي وانت راجع رسمتك زي ما بدك. لا هاي 2 في 10 قوة سالب 1 يعني 2 في 10 قوة سالب 2، طبعا وحدة قياس اوم لكل متر لانه مقاومة على طول. حسب قانون المقاومة تساوي رو في لام على الف، فاذا قسمت هذا على طول وهذا على طول بخلص هيك من الطول. منين خطرت الفكرة هاي؟ لاني انا مطلع مقاومة على طول. طيب مقاومة على طول معي قيمتها 2 في 10 قوة سالب 2 تساوي، هلا السؤال معطيك مساحة المقطع هيها 2 بالعشرة ملي متر تربيع، يعني بدي احط مساحة المقطع 2 في 10 قوة سالب 6 طبعا لانه ملي متر تربيع في سالب 1 سالب 7، بضل عندي هون رو. ضرب تبادلي رو تساوي 4 في 10 قوة سالب 9 اوم دوت متر. طيب في فرع با ما تأثير درجة الحرارة على مقاومية هذا الموصل؟ هو حكى انه موصل فهو فلز، فبدي احكي له علاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة علاقة طردية. فسر ليش؟ زيادة درجة الحرارة تؤدي إلى زيادة الحركة الاهتزازية، ذكر رسمتنا لجزيئات المادة، فإذا زادت الحركة الاهتزازية لجزيئات المادة يعني كمية التصادمات اللي راح تحدث راح تزداد، مما يعني زيادة المقاومية، مما يعني زيادة المقاومة الكهربائية. في سؤال ثلاث عندنا جهاز كهربائي يستهلك طاقة بمعدل، هلا معدل الطاقة يعني قدرة، ركز معي، يعني قدرته تساوي 2200 جول لكل ثانية، حاب تعملها وات بصير. موصول مع مصدر فرق جهد كهربائي مقداره 220 فولت، فإذا تم التوصيل بمصدر فرق جهد جديد، هذا فرق الجهد اللي كان موصول فيه هيك أعطاه قدرة. جبنا جهد جديد، جهد ستارد سميه، قيمته 110 فولت. فجد مقدار الشحنة اللي بتعبر الجهاز خلال فترة زمنية مقدارها الزمن صار 1 دقيقة. بدنا شيء كمية الشحنة. شوف هلا مستحيل انا اخذ القدره هاي لانه القدره هاي متى لما كان الجهد 220، فانا بدي احسب قدره جديده، فبدي اقول له قدره جديده اللي هي القدره ستار هي مفروض تساوي جيم تربيع على ميم على قيمه مقاومته. انا من سهل اطلع المقاومه باستخدام قوانين القدره هاي، يعني بحكي انه القدره تساوي جيم تربيع على ميم، انا بدي المقاومه اللي هي جيم تربيع على قدره مربع جهده 220 ضرب 220 على 2200 0 0 0 0 الجواب 22. المقاومة ما بتتغير بتغير الجهد، فبقدر أعوضها وبستفيد من الجهد الجديد اللي هو 110 110 ضرب 110. أنا هيك يا جماعة قدرت أني أطلع مقدار قدرة الجديدة. هلأ بس أحكي لك شغلة، أنا هون السفر سفرين بدي أشيلهم، فبدأ يصير عندي أنا هون 11 ضرب 11 على 22 مضروب 10 قوة 2، و11 مع 22 هاي فيها ب2 فهي فيها ب5.5 يعني 550 وات، هاي القدرة الجديدة. طيب هو بده يعني أحسب للشحنة، طيب مش مشكلة باستخدام القدرة، في قانون القدرة تساوي ميم في تا تربيع، بعوض القدرة 550 وبحط المقاومة 22، شو بضل مجهول؟ مربع التيار. هيك بقدر أحسب التيار، طب ما هو التيار يساوي الشحنة على الزمن، بعوض قيمة التيار اللي حسبتها والشحنة الكهربائية مجهولة مش مشكلة بنوجدها، والزمن 60 واحد دقيقة يعني 60 ثانية. في سؤال على إضاءة المصابيح اللي هو سؤال 4.
في الدارة الكهربائية ثلاث مصابيح، أي المصباحين سين أم عين شدة إضاءته أكبر مفسرا إجابتك. أنا بقارن قاعد بين سين وبين عين، مباشرة ما تشوف عين على السلك الرئيسي فراح أحكي الجواب هو عين. ليه؟ لأنه يمر فيه التيار الكلي في الدارة. يا جماعة التيار لما يوصل لسين وصاد بده يتجزأ لهم، بس لعين بمر فيها التيار الكلي في الدارة فهي صاحبة أكبر شدة إضاءة. إذا احترق فتيل المصباح سين، هاي سين يعني فصل توازي، افتح مخطط الإضاءة المصابيح وأنا قاعد بحل بسؤال أربعة وطبعا سؤال كمان خمسة. لا فصل توازي معناته يا أستاذ زي إضافة التوالي، مقام الكلية في الدارة تزداد، معناته كل شيء على سلك رئيسي يقل، كل شيء على سلك فرعي يزداد. نبدأ شو بصير قراءة الأميتر الأول والثاني؟ تعال على الأميتر، هاي الأميتر رقم واحد وهي الأميتر رقم اثنين. هلأ سلك رئيسي أميتر رقم واحد إذن يقل، أميتر رقم اثنين على سلك فرعي إذن بدي أحكي تزداد. قراءة الفولتميتر على سلك فرعي إذن بتحكي تزداد. إضاءة المصباحين كل من صاد وعين، هلا عين على السلك الرئيسي إذن كل شيء له يقل، إذن عين يقل إضاءته، بينما الآن صاد على سلك فرعي إذن بتحكي تزداد إضاءته. فرق الجهد بين طرفي البطارية، البطارية لها مقاومة داخلية، بلا أحط لكم القانون وركزوا معي شوي. الجهد الكهربائي يساوي قاف دال ناقص تا ميم دال، هيك المفروض أنا أحل. هذا فرق الجهد بين طرفي البطارية. انت في السؤال الان قوى الدافعة ما تغيرت والمقاومة الداخلية ما تغيرت، بدي اشوف شو صار بالجهد الكهربائي. هلا قيمة التيار الكهربائي في الدارة اللي هو السلك الرئيسي، لانه البطارية وين موجود دائما على السلك الرئيسي، فقيمة التيار في الدارة قلت لي انه قاعد بقل، فاذا قلت قراءة الاميتر او التيار معناته الجهد الكهربائي البطارية يزداد. دير بالكم هون مش علاقة طردية وعكسية، هون انا قاعد بطرح القوة الدافعة الثابتة من مقدار صار اقل، فعشان هيك الجهد يزداد. اذا يزداد فرق الجهد بين طرفي البطارية. لا في سؤال خمسة، هاي من حالة خاصة يا جماعة، ما في عندنا مصباح موصول على سلك رئيسي، على الرئيسي على المخطط على الفرعي ثابت. لا نفس الأسئلة فوق موجودة هون. هلأ أي مصباحين شدة إضاءة على؟ لا هون بدي يختلف الجواب، بدي أقول له أنه كلاهما له نفس شدة الإضاءة، مستحيل يختلفوا لأن الاثنين توصلهم توازي، نفس الجهد ونفس التيار ونفس كل العوامل. لا شو بصير إذا احترق فتيل المصباح سين؟ شايفين وين سين؟ هاي هاد بدي أحرق المصباحات. شو بصير لقراءة الأميتر الأول والثاني؟ أول إشي أنت بتحكي عن فصل توازي، معناته المقاومة الكلية في الدارة تزداد، معناته نحكي على السلك الرئيسي كل شيء فيه يقل، وبنحكي على السلك الفرعي كل شيء فيه ثابت. يعني الأميتر رقم واحد هي على الرسمة موجودة على السلك الرئيسي، إذا بحطه هون إنه يقل. الأميتر رقم اثنين على سلك فرعي، إذا بحطه إنه بقي قيمته ثابتة. قراءة الفولتميتر نتأكد وموصول الفولتميتر على سلك فرعي، فسلك فرعي إذا فولتميتر قراءته ثابتة. لا إضاءة المصباح صاد، ها ركز معي، هلا باجي على المصباح صاد نشيك شو صار شدة إضاءته على سلك فرعي مصباح صاد، إذا بتحكي إنه تبقى إضاءته كما هي أو ثابتة. لا فرق الجهد بين طرفي البطارية، انتبه هون في مقاومة داخلية، يلا اشتغل معي. الجهد يساوي قاف دال ناقص تا ميم دال، يلا ركز معي. انت بتحكي له التيار في الدارة قاعد بقل، يعني التيار كله في الدارة قاعد بقل، اذا مباشرة الجهد البطارية مفروض انه يزداد. الان في السؤال السادس، طبعا رسم للعلاقة بيانية بين الشحنة والزمن في اول درس مطلوب. ماذا يمثل الميل؟ خلينا نشوف شو يمثل. الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات، على الصادات يا ريت تفتح الرسم وانا قاعد بحل. على الصادات في عندنا الشحنة يعني التغير في الشحنة، على السينات يعني التغير في الزمن. ويساوي بدي اخذ قيم مع بعضها البعض 2 ناقص 0 طبعا بالمايكرو اذا في 10 قوه سالب 6 على الزمن اللي هو 1 ناقص 0 اذا بالملي في 10 قوه سالب 3، فالجواب 2 في 10 قوه سالب 3. طبعا شحنة على زمن هو يمثل امبير، يمثل تا شده التيار الكهربائي. في فرع باء احسب شده التيار المار بالموصل اللي هو الميل، يساوي التيار الكهربائي ويساوي 2 في 10 قوه سالب 3 امبير. جيم احسب السرعه الانسياقيه، حسب قانون التيار يساوي ألف نون فتحة عين شحنة الكترون، فإذا حاب أوجد السرعة الانسياقية فهي تيار على ألف نون فتحة شحنة الكترون. كل العوامل معك بالسؤال ضمن نص السؤال، ركز معي. قيمة التيار 2 في 10 قوة سالب 3 من السؤال. ألف مساحة المقطع مزودك فيها 1 مليمتر تربيع، 1 في 10 قوة سالب 6 نون فتحة، انتبه ها أرجيك إياها، 5 في 10 قوة 19 كولوم لكل سنتيمتر تكعيب، بدأ تحويل يا جماعة هون بتحولها. نون فتحة هي تساوي 5 في 10 قوة 19 كولوم لكل سنتيمتر تكعيب، لما حولها هون بضرب 10 قوة سالب 6، ولما ترفع 10 قوة سالب 6 عشان يصير متر تربيع بصير 5 في 10 قوة 25 كولوم لكل سنتيمتر أو متر تكعيب، اللي هي شحنة لوحدة حجم، عدد الكترونات عفوا لوحدة حجم، فهي الكترون عفوا مش
انا في النص غلطان فيها الكترون. طيب اذا هون بدي اعوض 5 في 10 قوه 25 في 16 في 10 قوه سالب 20، وهيك بكون حسبت السرعه بوحده متر لكل ثانيه. عندنا كمان اسئله على الدارات الكهربائيه. ففي الدارات الكهربائيه عندنا الداره الكهربائيه اللي فوق، طبعا هاي الداره بسيطه تحتوي على بطاريه واحده. فالسؤال بيحكي في الدارة الكهربائية بتقول إذا كانت قراءة الفولت ميتر ومفتاحها مفتوح، لمكان ح عندنا في السؤال مفتوح يعني تيار في الدارة صفر، كان يساوي 6.4. أولا عندما يكون مفتاحها مفتوح ما مقدار القوة الدافعة؟ في سؤال 7 في الفرع أولا 1. هلا لما يكون مفتاح مفتوح يا جماعة يمثل قراءة الجهد أو قراءة الفولت ميتر تمثل قيمة القوة الدافعة، فهي تساوي 6.4 فولت. 2. ما مقدار الهبوط في الجهد؟ هذا مطلوب مننا في هاي بذكرك، عندما يكون مفتاحها مفتوح بده الهبوط في الجهد، هبوط في الجهد تيار في مقاومة داخلية. طب المفتاح يا أستاذ مفتوح، يعني التيار في الدارة صفر، فالهبوط في الجهد صفر. ثانيا 1، بعد غلق المفتاح يلا طلع قراءة الأميتر الأول والثاني. بدي أورجيك على الرسمة، هي الأول على السلك الرئيسي وهي الثاني على السلك فرعي. يلا خليك على الرسمة أنت لأني بدي أبعد الرسمة عن الكاميرا عشان تبين الحل وابدأ معي. بالنسبة للأميتر الأول موجود على السلك الرئيسي، فبستخدم قانون محصلة قوة دافعة محصلة مقاومات داخلية زائد مقاومات خارجية أخذناه بالمخطط. قوة دافعة حاسبينها 6.4 فيش غيرها في السؤال، مقاومات داخلية 1 أوم، خارجية طلع لي عندي 24 و8 توازي بدي أحلهم، هي 1 على 24 زائد 1 على 8 هي ضرب 3 ضرب 3 تطلع 4 على 24 مقلوبها 24 على 4 يعني فيها ب 6، وعندي 6 مع 9 توصيلهم توالي، ف 6 زائد 9 14 وعندي الواحد 15 يعني 6.4 على قيمة ال 15. حاب تختصر اختصر لأنه أنت معك اختصار، يعني بقدر أختصر هاي على 3 فيها بخمسة، وأختصر هاي كمان على 3 عشان أطلع جواب يعني يكون أكثر يعني دقة في الحل. طيب هلا في عندي فرع بعدي اللي هو ثانيا أو لسه عفوا فرع الأول، بدي قراءة التيار الكهربائي في الأميتر الثاني. شايفين الأميتر الثاني على سلك فرعي، هي طبعا سلك فرعي قلت لك هون اذا بتذكر توجد المقاومه الكليه، قيمه المقاومه الكليه لمقاومتين التوازي هدول هاي في حلي قبل شوي طلعت معي تساوي حكينا 24 4 يعني طلعت معي 6 اوم، هاي المقاومه الكليه لهم 6 6 و9 يا جماعه 15، هون في عندنا قصه هون 15 عفوا، ف 15 و1 يعني هون 16 يعني هون بقسم على فيها بأربعة بالعشرة. طيب هلا مقاومة الكلية تساوي 6 اوم لهدول التنتين على التوازي، وعندنا التيار الكهربائي المار فيهم يساوي 4 بالعشرة، فبنقدر نطلع جهدهم الكلي. مقاومة تساوي جيم على تا، فجهد يساوي مقاومة كلية ضرب تيار كلي ويساوي 6 في 4 24 2.4 فولت. صار معي الجهد، هلا هدول يا جماعة جهدهم متساوي لأنهم توازي، فصار معي جهد هاي بقدر أطلع تيارها لأني معي مقاومتها. يعني بحكي إنه قيمة التيار الكهربائي المار فيها اللي هي المقاومة خلينا نسميها اللي هي 8 اوم مطلوب بالسؤال يساوي جهد ال 8 اوم على مقاومة ال 8 اوم، وجهدها 2.4 ومقاومتها عندي 8 طبعا امبير اللي هو شدة التيار. الان في عندي كمان مطلوب ثاني عفوا كم قراءة الفولت ميتر؟ نشوف الفولت ميتر في الدارة بين طرفي البطارية، فالجهد بين طرفي البطارية يساوي قاف دال ناقص تا ميم دال. دائما بستخدم التفريغ لما يكون فيش عندي غير بطارية واحدة في السؤال. هلا القوة الدافعة في السؤال 6.4 ناقص التيار في الدارة اتفقنا عليه قبل شوي اللي هو 4 بالعشرة مقاومة داخلية 1 يعني جواب 6 فولت. فرع 3 كم قدرة البطارية؟ قانون قاف دال في تيار قوتها الدافعة اللي هي 6.4 والتيار 4 بالعشرة 4. كم القدرة المستهلكة في المقاومة 9 اوم وكم القدرة المستهلكة داخل البطارية؟ طيب فرع الف بدي قدرة المقاومة 9 اوم اللي هي ميم في تا تربيع، والمقاومة قيمتها 9 والتيار اللي هو 4 بالعشرة تربيع، طبعا وحدة القياس وات. فرع باء كم القدرة المستهلكة داخل البطارية؟ يا جماعة اللي هي قدرة المقاومة هي بكتب لك المقاومة الداخلية وتساوي مين في تا تربيع طبعا للمقاومة الداخلية اللي هي 1 ضرب 4 بالعشرة تربيع. في سؤال 8 في الدارة الكهربائية إذا كانت طبعا خمس نتأكد من الدارة، هاي دارة يا جماعة بسيطة لا تخربط لأنه فيها بطاريتين بس على نفس السلك مش توصيل يعني ما في توصيل توازي. إذا كانت محصلة القوة الدافعة سيجما قاف دال كانت تساوي 30 فولت، طلع شو بستفيد؟ ليش كم قوة دافعة عندنا يا أستاذ؟ تنتين متعكستين في الاتجاه، فبدي أحكي لك إنه إذا كانت محصلة تساوي 30 طبعا إذا كنت متعكستين لعد محصلة قوة دافعة تساوي أحدهما ناقص الأخرى،
وإذا بدك الجواب 30 تعال بدي أطرح قوة دافعة مجهولة من العشرة أكيد، فبتطلع القوة الدافعة المجهولة تساوي 40 فولت، وإذا بدك اتجاه التيار مع القوة الدافعة الأكبر اللي هي مع الأربعين. طبعا مقدار القوة الدافعة المجهولة هذا فرع ألف أنا اللي كنت أحل فيه. في فرع باء بحكي لك كم قراءة كل من الفولت ميتر الأول والثاني في الشكل. طيب هلا الفولت ميتر هو بيقيس فرق الجهد بين طرفي هدول البطاريتين، أوكي؟ هلا لازم نطلع قيمة التيار الكهربائي المار في الدارة عشان نقدر نطلع قراءة الفولت ميتر. كيف نطلع التيار؟ أنا معي محصلة الهبوط في الجهد يا جماعة، هيا في السؤال محصلة الهبوط في الجهد في الدارة. طيب بدي أسألك الجهد الكهربائي للبطاريتين مع بعض اعتبرهم بطارية واحدة مش يساوي سيجما قوة دافعة ناقص سيجما تيار في مقاومة داخلية. ما حد يقول لي أستاذ أنت هون استخدمت قانون كيرشوف، لا أنا بقول لك إحنا القانون بالأصل المفروض إنه الجهد يساوي قاف دال ناقص تام ميم دال، هيك مفروض نشتغل الجهد هاي على جنب وهاي على جنب، بس أنا بقول لك اعتبرهم بطارية واحدة. كم مكافئتهم هدول البطارية واحدة؟ أعطاني إياها السؤال، مكافئتهم 30 ناقص كم مكافئة الهبوط في الجهد في الدارة؟ 6. إذا 30 بتحكي ناقص 6 وتساوي 24 فولت. في فرع ج مقدار المقاومة مجهولة ميم، هاي المقاومة يا جماعة المجهولة، وبدي يعني أحسب أنا قراءة الفولت ميتر الأول والثاني، يعني بدي الفولت ميتر بين طرفي هاي المقاومة. طيب نقدر نطلع هسه إحنا إذا بدنا التيار في الدارة، يعني حقك إنك تطلع قيمة التيار. هلا بدي أسألك سؤال، مش محصلة الهبوط في السؤال يساوي تيار في المقاومات الداخلية؟ محصلة الهبوط 6 يساوي تيار مجهول، المقاومات الداخلية في السؤال كم؟ 2، قيمهم 2. إذا أنا هيك بقدر أطلع التيار وأقول لك تيار الدار يساوي 3 أمبير. كونه صار معي التيار الكلي في الدارة، أنا بقدر أحسب مقاومة مجهولة. كيف أطلع قيمة مقاومة مجهولة؟ اسمعني شوي. قانون التيار الكهربائي بيحكي إنه محصلة قوة دافعة محصلة مقاومات داخلية زائد مقاومات خارجية، هاي معادلة دارة بسيطة. وأنا عندي التيار 3 والقوة الدافعة الكهربائية مكافئتهم اتفقنا من السؤال كم؟ 30. على مقاومات داخلية قيمها 2 وخلي لي محصلة مقاومات خارجية زي ما هي. يعني بدي اوجد مكافئة مقاومات خارجية زي ما كنا نعمل بمواسعات، كنا نوجد مكافئة أو مواسعة كلية ونفكها قبل ما نوصل للمواسع مجهول. نفس الفكرة هون. بالضرب التبادل الآن بصير يا جماعة 6 زائد 3 محصلة مقاومات خارجية تساوي 30. نودي 6 على الجهة الثانية بصير 3 محصلة مقاومات خارجية تساوي 24 على 3 على 3. إذا محصلة المقاومات الخارجية لازم تساوي 24 على 3 اللي هي فيها 8 أوم. طيب شو تمثل محصلة مقاومات خارجية؟ تمثل مكافئة كل هدول هاي وهدول كلهم. خلنا نحط قيمة هاي 2 وهدول كلهم مكافئتهم خلنا نعتبرها ميم فتحة، تمام؟ شو توصيل ميم فتحة اللي مكافئتهم مع الاثنين؟ طبعا توالي. فمحصلة المقاومات الخارجية تساوي 2 زائد ميم فتحة. هلا محصلة أصلا في السؤال طلعت معي تساوي 8 تساوي 2 زائد ميم فتحة، 2 على الجهة الثانية إذا ميم فتحة تساوي 6 أوم. شو هي 6 أوم؟ هي مكافئة هدول كلهم، هدول كلهم في هدول المقاومتين، خلينا نسمي مكافئتهم ميم فتحتين، شو توصيلهم مع 9؟ على التوازي. فبدي أحكي 1 على ميم فتحة هي تساوي 1 على ميم فتحتين زائد 1 على 9، طبعا 1 على ميم فتحة قلنا هي 6. نوديها على الجهة الثانية بصير 1 على 6 ناقص 1 على 9 تساوي 1 على ميم فتحتين. ده 1 على 18 هضربها ب 3 وهي بضرب 3 بضرب هاي ب 2 وهاي ب 2 بصير 5 على 18 يعني مقلوبه 18 5 يعني ميم فتحتين تساوي 18 على 5. طبعا 18 5 اذا بتضرب بس مقام ب 2 عشان تطلع عدد صحيح بصير 36 على 10 يعني 3.6 اوم. اذا انا عندي مقاومات مكافئه او ميم فتحتين تساوي، هلا بضل عندي ايجاد بس المقاومه المجهوله في السؤال. ننتبه بس بالرسمه انه قيمه المقاومه هاي في السؤال اللي هي قيمتها 2 اوم، 2 اوم تعديل مش 6 اللي هي 2 اوم، فعشان هيك اذا 2 هاي اوم قيمتها وانا عندي مقاومتهم الكليه طلعت تساوي 3.6. اذا مقاومه كليه او فتحتين اذا بدك تساوي 2 زائد الميم مجهوله، طبعا هاي قيمتها 3.6 على الجهه الثانيه بتطلع ميم تساوي 1.6 اوم. نكمل يا جماعه. عندنا يا جماعه تيار 1 امبير بدخل في نقطه التفرع هاي، تمام؟ اذا بدي ارسمهم رسمه سريعه عشان بس اورجيك، في عندي تيار قيمته 1 امبير بدخل بنقطه التفرع، هذا التيار بوصل هون لتا اسمه تا واحد، بعدين بيجي عندي تا اسمه تا اثنين. إذا طبقت قانون كيرشوف الأول، ما احنا حكينا قبل ما تبدأ كيرشوف لازم تحسب تيارات، فيلا معي حساب التيارات. إذا طبقت قانون كيرشوف الأول محصلة التيارات الداخلي تساوي محصلة التيارات خارجي، عندي الداخلي في النقطة هاي اللي هو التيار واحد زائد تا اثنين يساوي تا واحد. المسار الثاني بدي أخذه اللي هو جوا الحلقة هاي، يعني بدي ألف في داخل هاي الحلقة اللي هو بقانون كيرشوف الثاني، لأنه عندي مجهولين في قانون كيرشوف الأول. فمثلا جهد ألف ولتكن نقطة ألف هاي زائد مجموع قاف دال ناقص مجموع تيار في مقاومات تساوي جهد ألف، اختصرنا قوة دافعة أثناء حركتي في المسار، القوة الدافعة هاي مع مساري موجب
10 بلف هون عندي سالب 32 عكس مساري ناقص التيار الكهربائي هون عكس مساري سالب تا 2 مقاومات المر فيها 4 التيار الكهربائي هون عكس مساري سالب تا 1 مقاومات المر فيها 3 وعندي هون مقاومة داخلية 1 فالمحصلة بتصير 4 هون 5 يا جماعة لأنه هون عندي 4 وعندي مقاومة داخلية 1 هيك خلصنا يساوي 0 10 ناقص 32 هي عندي سالب 22 ناقص عندي سالب 5 تا 2 وعندي سالب 4 تا 1 هذا كله يساوي 0 هلا اذا دخلت السالب على المعادلة بصير سالب 22 زائد 5 تا 2 زائد 4 تا 1 كله يساوي 0 نكتب هون او ننتبه هون انه تا 1 تساوي 1 زائد تا 2 فمكان هون تا 1 بدي احط قيمتها بصير سالب 22 زائد 5 تا 2 زائد مكان تا 1 بدي احط 1 زائد يعني 4 في 1 زائد تا 2 كله يساوي 0 بصير سالب 22 زائد 5 تا 2 الأربعة ندخلها هي 4 وعندي 4 تا 2 كله يساوي 0 عندي 5 تا 2 وعندي 4 تا 2 يعني عندي 9 تا 2 تساوي 0 عندي سالب 22 وعندي 4 إذا بصفي سالب 18 على الجهة الثانية بصير موجبة طبعا فبصير تا 2 تساوي 2 أمبير وعند تعويضها الآن فوق 2 أمبير زائد 1 تساوي تا 1 اذا تا 1 تساوي 3 امبير قيم التيارات كلها معي من حقي هسه ابدا بالفرع الاول وهو اعتقد الفرع الاقوى في السؤال ايجاد جهد الف ها فرع الف جهد الف زائد مجموع قاف دال ناقص مجموع تيار في المقاومات يساوي جهد ها بدي اطلب انك تطلع الرسم وانا قاعد بمشي في المسار بدي ابدا من الف وانتهي في ها هون انا هيك بوجد جهد ها الف يساوي خلينا نحط القوه الدافعه والتيار في المقاومات راح امشي المسار من فوق هيك واكمل يلا قوة الدافع أثناء مساري موجب 12 هاي الأورتشيك على الرسمة أنا ماشي مسار فالقوة الدافعة الكهربائية موجب 12 مع مساري طلعت لفوق العشرة كمان مع مساري موجب 10 هاي موجب 10 ما ضلش قوة دافع عندي التيار الكهربائي موجب 1 أمبير فموجب 1 مقاومات عندي اللي مر فيها عندي يا جماعة الواحد والستة عندي 7 ولا تنسى هاي كمان 5 يعني بنحكي عن 7 و 5 عندنا 12 هاي ضرب 12 تيار الكهربائي هون عكس مصاري تا 2 حاسبين قيمته احنا 2 وعكس مصاري فبدي اعوضه سالب اذا سالب 2 مقاومات اللي قاعد بمر فيها هم الأربعة والواحد يعني 5 فبصير 12 يعني عندي هون 22 ناقص 12 ناقص 10 كله يساوي جهد ها الف عندي 22 ناقص 12 ناقص 10 هي فيها ب 2 كله يساوي جهد ها ألف إذا جهد ها ألف يساوي 20 فولت إذا جهد ألف ها يساوي سالب 20 فولت لا في فرع باء طالب منك إنك تحسب في السؤال القدرة المنتجة في البطارية 10 فولت هيها يا جماعة قدرة منتجة يعني قوتها الدافعة في التيار اللي هي 10 في تيار المار فيها طبعا هو تيار تا 2 وقيمة تا 2 اللي هي 2 أمبير فبدي أضرب 10 في 2 وتساوي 20 وات اللي هي القدرة المنتجة فيها فرع جيم القدرة المستهلكة في البطارية 32 انتبه قدرة مستهلكة يعني قدرة المقاومة الداخلية يعني ميم في تا تربيع داخلي مقاومتها الداخلية 1 تيار المار فيها اللي هو تا 1 تا 1 طلع معي 3 أمبير وبدأ ربع بصير 9 فهي 9 وات منروح للسؤال طبعا هم مسمى عندكم التاسع بس هو العاشر طبعا في السؤال هذا بالاعتماد على بيانات مثبتة على الشكل فاحسب أولا قراءة الأميتر عندما يكون حا مفتوح انتبه لهذه الأسئلة لأنه في هذه الأسئلة لما يكون مفتاح مفتوح قد تكون دارة بسيطة وهذا اللي بصير هون إذا المفتاح حاب مفتوح لعاد السلك هذا تحت ملغى فصارت عندنا فوق دارة بسيطة فعشان أحسب قراءة الأميتر بستخدم معادلة الدارة الكهربائية محصلة قوة دافعة اللي هي دارة بسيطة محصلة مقاومات داخلية زائد مقاومات خارجية قوة دافعة عندي غير 12 مقاومات داخلية عندي 2 زائد خارجيات عندي 3 زائد نوجد توازي 1 على 6 زائد 1 على 6 2 على 6 اذا 3 فهم بدي احط 3 3 3 6 8 يعني 12 على 8 طبعا امبير اختصر اذا انت حاب تختصر فرع باء بعد غلق المفتاح اذا كان جهد الف باء 6 فولت فجد قراءه الاميتر وجد مقدار القوه الدافعه هي الف وهي باء تمام هلا بقدر امشي مسار من الف الى باء يعني جهد الف زائد مجموع قاف دال ناقص مجموع تيار في المقاومات يساوي جهد باء انا بمشي مسار يا جماعه من الف لوين الى باء هلا وديها على الجهه الثانيه بصير عندي انا هون عندي سالب 6 اللي هو التيار فرق الجهد الكهربائي الان تيار في مقاومات وهي قوى دافعه كهربائيه قيمه القوى الدافعه هون سالب 12 عكس مساري انا ماشي من الف لباء
الآن التيار الكهربائي وأنا مار مساري من هون اللي هو قراءة الأميتر هو مطلوب مني في السؤال، فبدي أحط تيار وأنا ما بعرف إذا كان مع مساري وعكسه، فبدي أفرض اتجاهات للتيار سريعة. بدي أفرض من قوة الدافع الأكبر اللي هي 12 تصنع تيار كهربائي مقداره تا، والتيار هذا بتجزأ هون لتيارين تا واحد وهون تحت تا 2، وهيك بتقدر تحدد الاتجاهات كلها. فالتيار عكس مساري حطيته سالب. هلأ المقاومة الكهربائية المر فيها اللي هي عندي الاثنين وعندي الثلاثة اللي هي 5، فلو ودينا هسه ال 12 على الجهة الثانية بصير موجب، بصير عندي 6 تساوي موجب 5 تا على 5 على 5، فالتيار الكهربائي يساوي 1.2 أمبير. هذا التيار تا اللي هون. هلأ المشكلة لسه عندي تيارات مجهولة، السؤال طالبني أحسب مقدار قوة الدافع المجهولة في السلك التحت، بس عندي التيار تبعها مجهول، فبدنا نمشي مسار العلوي عشان نحسب تيار. بدي أمشي هيك يا جماعة في الدارة وأحسب التيار المار بالسلك الفوق، إذا حسبته بقدر أعرف تيار اللي تحت. فبدي أمشي مسار جهد ألف زائد مجموع قاف دال ناقص مجموع تيار في المقاومات يساوي جهد باء. اسمعوني شوي. هلأ أنا مفروض أمشي مسار من ألف إلى باء، تمام؟ عبر المسار العلوي هاد عشان أحسب التيار اللي بالسلك الفوقاني. بس التيار في السلك الفوقاني ما فيش غير مقاومة كهربائية، فليش أستخدم هاي؟ ليش ما أستخدم إنه جهد ألف باء اللي هو فرق الجهد يساوي حسب قانون أوم مقاومة تساوي جيم على تا، فيساوي المقاومة ضرب التيار. وقيمة المقاومة الكهربائية هون لمكافئتهم حكينا اللي هي الثلاث، فثلاث في تيار مجهول يساوي فرق الجهد اللي هو 6، فبطلع التيار الكهربائي يساوي 2 أمبير. إذا صار معي كمان هذا التيار اسمه تا واحد يساوي 2 أمبير. إذا طبقت الآن قانون كيرشوف الأول عن نقطة التفرع، بحكي إنه دخل تيار مقداره تا هو يساوي تا واحد زائد تا 2، تا مقدارها 1.2 تساوي تا واحد 2 زائد تا 2، وديها على الجهة الثانية بصير إشارة هون سالبة، بصير سالب 8 بالعشرة يساوي تا 2. ما في تيار سالب، بس انت فرضيتك هون للتيار تا 2 كونه سالب هي فرضية اتجاه خاطئة، فهيك صار اتجاه التيار، عكست اتجاهه، والتيار طبعا هون قيمته 8 بالعشرة أمبير. هلا انا من حقي امشي هسه المسار السفلي هذا عشان احسب القوة الدافعة. يلا جهد ألف زائد مجموع قاف دال ناقص مجموع تيار في المقاومات يساوي جهد باء. جهد طبعا باء ألف في السؤال أنا قلت على الجهة الثانية سالب 6 تساوي تيار ومقاومات ناقص قوة دافعة كهربائية، وأنا ماشي من ألف إلى باء في الدارة قوة دافعة عكسي، إذا سالب قاف دال. وأنا ماشي في الدارة الآن من هون من ألف باتجاه باء، تيار هاي اتفقنا اتجاهه فهو عكس مساري، فهو سالب 8 بالعشرة، والمقاومات المروا فيه اللي هم الأربعة والواحد يعني 5، بصير سالب قاف دال ناقص. هلأ هاي 8 على 10 يعني بتطلع فيها سالب 4 تساوي سالب 6، يصير سالب قاف دال زائد 4 تساوي سالب 6، إذا سالب قاف دال تساوي سالب 12، إذا قاف دال تساوي 12 فولت. نروح لأسئلة ضع دائرة في فصل التيار الكهربائي. ينعدم التيار المار في الدارة مغلقة عند فتحها بسبب انعدام، قلنا هاي جوابها باء اللي هو المجال الكهربائي ضمن المادة النصية. عندما تؤول المقاومة الكهربائية لبعض الفلزات إلى الصفر عند درجات حرارة منخفضة فإن هذه الفلزات تصبح، هلأ المقاومة الكهربائية صارت صفر فتوصيلها يصبح هائل جدا، فبدك تحكي إنها فائقة الموصلية، تمام؟ يلا في الدارة الكهربائية إذا علمت أن قراءة الفولتميتر قبل غلق المفتاح ح كانت تساوي سين فولت، يعني بما أنه قبل غلق المفتاح معناته أستاذ قراءة الفولتميتر هي نفس القوة الدافعة، فالقوة الدافعة مستحيل يحكي لك أنها تساوي 5 سين فولت، وكانت قراءته عند غلقه تساوي صاد فولت، يعني لما اجينا حكينا الجهد يساوي قاف دال ناقص تا ميم دال صارت قراءته ايش؟ صاد اللي هو قراءة الفولتميتر، والقوة الدافعة رمزها سين ناقص تيار في مقاومة داخلية. فإن قراءة الفولتميتر عندئذ بوحدة الفولت تساوي، هلا قراءة الفولتميتر موصول بين طرفيها، وحدة الفولت هي نفسها تكافئ قيمة صاد، فالخيار صحيح باء. لو قال لك شو تكافئ الهبوط في الجهد كان قلت له صاد ناقص سين. يعتبر قانون كيرشوف الأول والثاني تطبيقان على الأول، طبعا حفظ الشحنة فخياراتي بين ألف وجيم ودال، والثاني حفظ الطاقة، فالجواب الصح اللي هو جيم. لا، في الدارة الكهربائية المجاورة للحصول على أكبر مقاومة كهربائية، علما بأن جميع المقاومات متساوية فإنه يجب إغلاق المفاتيح أو المفتاح. طيب هل أنت بتعرف أن المقاومات الكهربائية هو بده يحصل على أكبر مقاومة؟ بتعرف أن المقاومة في حالة التوالي هي تساوي مجموع المقاومات، يعني بجمع المقاومات مع بعضها البعض، تمام؟ وهي أكبر من أكبر مقاومة في المجموعة. يعني أنا أبحث عن توصيل التوالي لأنه توصيل التوازي رح يقلل المقاومة بس التوالي رح يزيد، كيف ممكن أحصل على أكبر توصيل على التوالي؟ يحدث ذلك عندما تغلق مفتاح حا 3 فقط أو حا 1 فقط، يعني أغلق حا 2
فقط بصير، بس حا واحد فقط لا. ليه؟ لانه اذا غلقت حا واحد فقط عملت توازي هون، وهون صارت الدارة مفتوحه، فبدك تغلق حا اثنين مثلا او حا ثلاث. يعني لو كان بالخيارات حا اثنين وحا ثلاث خيارات بكون غلط، لانه الفرع دال هو الصحيح. علي الكل الميالي، ترتفع درجه حراره موصل الناقل بالتيار بسبب تصادمات تحدث بين جزيئات الماده وبين الكترونات الناقل للتيار. تكون سرعه انسياقيه للشحنات بسبب كميه كبيره من التصادمات تحدث بين جزيئات الماده. تتناسب مقاومية الفلزات تناسبا طرديا مع درجة الحرارة، أشرحها هون. درجة حرارة إذا زادت، قلت لكم التصادم الاهتزاز يزداد، فكمية التصادم تزداد، فبتقولي إن المقاومة الكهربائية تزداد. تكون حركة الإلكترونات الناقل للتيار في الموصل متعرجة بسبب تصادمات تحدث بين جزيئات الموصل والإلكترونات الناقل للتيار. يتم استهلاك جزء من الطاقة التي تنتجها البطارية في البطارية نفسها بسبب وجود المقاومة الداخلية لتستهلك جزء من الطاقة. يتم توصيل أعمدة الإنارة في الشوارع على التوازي للحفاظ على جهد كهربائي ثابت، تمام؟ ولأن توصيل توازي يقلل من المقاومة الكلية. يتم توصيل أجزاء الداخلية للجهاز الكهربائي على التوالي لتجزئة الجهد على عناصر الدارة. ما المقصود بكل ميالي؟ مقاومة موصل تساوي 2، مقاومية عفوا موصل تساوي 2 في 10 قوة سالب 4 أوم دوت متر عند درجة حرارة 25. قلت لكم تعرف المقاومية باستخدام المقاومة، فبتقول لي أن مقاومة موصل هي تساوي 2 في 10 قوة سالب 4 عندما طوله هو 1 متر ومساحة وقطعه هو 1 متر تربيع عند درجة حرارة 25 درجة سلسيوس. بطارية قوتها الدافعة 3 فولت، يعني تبذل شغلها بمقداره 3 جول في نقل وحدة الشحنات أو 1 كولوم من القطب الموجب إلى القطب السالب خارجها ومن السالب إلى الموجب داخلها.